اهلا بيكم النهارده في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه حلوه لشوي الفراخ بطعم الفحم، ولكن احنا مش هنحطها على الفحم. المقادير اللي انا هستخدمها النهارده جميله جدا وبتخلي الفرخه طعمها حلو قوي. هستخدم معايا النهارده بصله كبيره تكون مفرومه، هنفرمها ونعمها زي ما انتم شايفين، وهاخد شرايح رفيعه قوي من الكوسه وكمان شرايح رفيعه من البطاطس. لازم نعملها رفيعه قوي، ويفضل ان احنا نعملها بالقشاره علشان تبقى رفيعه. بصوا رفيعه جدا عشان تستوي معايا ما تبقاش مش مستويه، تمام. ومعايا بقى هنا دي طماطمايه انا فرمتها على نص قرن فلفل اخضر حراق، عشان احنا بنحب الاكل يكون حراق ومشطشط يعني. وطبعا فرخه غسلتها ونضفتها كويس جدا. هبدأ اضيف دلوقتي بقى حبه الطماطم اللي انا فرمتها وكنت فرمت عليها قرن من الفلفل الحراق. وطبعا بحط التوابل بتاعتي، ملح، فلفل، بهارات، خلطة الخلطة اللي انا بضيفها على الفراخ. انا بحب اوي احط البهارات وبلح جوزة الطيب، بتخلي طعم الاكل حلو جدا. طبعا ما ننساش برضو الفلفل الاسمر، لازم طبعا، ده حاجة اساسية. هبشر برضو حاجات بسيطة اوي من بلح جوزة الطيب. انا ما بحبش يعني اطحن جوز الطيب الا في وقتها، عشان بتدي ريحه حلوه جدا يعني. مبحبش اطحنها واحطها في برطمان، بحب ابشرها اول باول كده للكميه اللي انا هعملها، بتبقى ريحتها يعني قويه اكتر. وهخلط بقى الخلطه وهقلبها كويس جدا. كده انا يعني تبلت التتبيله بتاعتي. هبدأ دلوقتي بقى احط الكوسة والبطاطس، بس هاخد شوية من البصل اللي انا تبلته ده عشان الاول ادعك بيه الفرخة من جوه ومن بره. والجزء التاني اللي يعني انا قسمتها نصين هدعك بيه الكوسة والبطاطس. دلوقتي بقى هجيب الفرخه وهبدا طبعا بعد ما غسلناها ونضفناها البصله بالتتبيله اللي انا كنت شلتها دي، هبدا ادعك بقى البصله فيها من بره ومن جوه وكمان من تحت الجلد، تتعج كويس قوي عشان تبقى متتبله معاكي كويس. يعني بحاول افتح الجلد كده واحط الخلطه من تحت الجلد. كده انا تبلتها كويس قوي بالتوابل وبالبصل، احسبها بقى كده منقوعه يعني شويه، وهضيف بقى الخلطه بتاعتي وهنسيبها يعني لمده ساعه 2. كل ما سبتيها اكتر في التتبيله كل ما ادتك طعم حلو جدا وانت بتاكليها. انا دلوقتي بحشيها وبفتح من تحت الجلد اهو، وببدا من عند الصدور برضو، يعني بتاخد كميه كبيره يعني. انت ممكن تحشيها كويس قوي من تحت الصدر كده، هتاخد معاكي حشو كتير. الحشو ده بيبقى حلو بقى، بتاكليه بالعيش بالمكرونه وبيبقى طعمه حلو. بس طبعا تاخدي بالك ان انت ما تقطعيش الجلد، لان هو ده اللي يعني بيحتفظ بالحشو حوالين منه. زي ما انتم شايفين، بصوا الفرخه بقى بقت قد ايه، حشيتها انا كده من ناحيتين، وكمان حشيت من جوه، من جوه الفرخه. هبدأ بقى اقفلها ازاي. انا بقفلها بالسلكات اللي هي بتاعت الاسنان ديت. لو انت ما عندكيش من سلكات الاسنان دي، ممكن تخيطيها بالابره بابره وفتله، بس حاولي بقى تحرقي الابره على النار او تغسليها كويس جدا وتعقميها. وهبدأ دلوقتي بقى اخد كده واحاول اقفل من كل ناحيه من عند الورك كده، بتدككيها كده يعني من كل ناحية، هتدككي بس مرتين بس كده. وبناخد عصاية تانية وبنعمل الناحية التانية، بنسيب فتحة صغيرة في النص عشان اضيف فيها السيخ اللي انا هحطه في الفرخة. بالنسبة للايد بقى للجناحات بتاعت الفرخة، انا يعني بلفها بالطريقة دي عشان يبقى شكلها حلو. بص بتدي شكل حلو، وحتى لما انت بتيجي تقدميها في الطبق بيبقى شكلها حلو قوي. بس برضو حاولي تدككيها بالعصيان دي
علشان وهي بتلف في الشواية الجناح ما يبقاش مدلدل كده منها ويستوي برضو، وكمان لما تستوى هتدي شكل حلو قوي وانت بتحطيها في الطبق. وبعد كده بقى هجيب السيخ بتاعي وهبدأ اطلع السيخ من الفتحة اللي انا سبتها من تحت وهعديه من الرقبة. بالنسبة بقى للوراك هيكون معايا فتلة وهبدأ الف على الوراك علشان برضو وهي بتلف في الشواية ما تدلدلش مني، لو دلدلت في الشواية برضو ما بتستويش وبتخلي شكل الفرخة مش حلو لما بتيجي تقدميها. كده بقت جاهزة ان انا هدخلها بقى الفرن، طبعا بتحط بتشبكيها بقى بالمشابك بتاعتها دي من ناحيتين، طبعا بتقفل عليها كويس جدا عشان لما تيجي تلف في الفرن تلف كويس يعني ما تتقلبش. هبدأ احطها دلوقتي بقى في الفرن. بعد ما حطيتها اهو بالشكل ده، بص بقى الوراك ملمومة والجريحة ملمومة عشان وهي بتلف ما تبقاش مدللة، وكمان لما تستوى تبقى شكلها حلو كده في التقديم. بنسيبها في الفرن يعني تقريبا هي مش هتاخد اكتر من ساعة وربع او ساعة ونص يعني، طبعا بتحطها على درجة حرارة عالية في الاول وبعد كده بتبدأي توطي عشان ايه تديك اللون الذهبي. بعد ما بستوت بقى زي ما انتم شايفين، بصوا بقى شكلها لونها ذهبي وحلو ازاي. ازاي بقى هخليها بطعم الفحم؟ انا كده بقى هطلعها اهي في الطبق بتاعي بالشكل ده، طبعا بشيل منها السيخ، وانا هنا مولعه فحمه على النار وسبتها لحد ما احمرت قوي، ويمكن عشان الاضاءه بس مش باينه انها حمراء، وهحطها كده جنب الفرخه. ومعايا هنا يعني نص معلقه او ربع معلقه من الزيت، مش هحتاج كتير يعني قطرات بسيطه قوي من الزيت، وهبدأ اضيفها على الفحم كده وهغطي الفرخة، هغطيها خالص، هقرب بس كده عشان ريحة الفحم تطلع في الفرخة. هنغطيها كده وهنسيبها لحد ما الدخان يروح خالص منها، يعني تقريبا 5 دقايق بس كده عشان طبعا ناكلها سخنة. بصوا اول ما بفتح الدخان ياما ازاي. بعد 5 دقايق بقى ببدأ بقى اشيل كده، بصوا الدخان لسه برضه اهو، وبعد كده بقى بنقطعها وبتقدميها وبتبقى طعمها لذيذ جدا، وبتاخد ريحة الفحم وهي كمان يعني انت شويها في الشواية عادي بس بتاخد معاكي ريحة الفحم وبقى طعمها حلو جدا جدا. اتمنى ان النهاردة الطريقة تكون عجبتكم ان شاء الله، جربوها وعايزة رأيكم فيها. متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وشيروه لاصحابكم، طعمها لذيذ جدا جدا. انتظروني ان شاء الله في اكلات جديدة مع يوميات جيجي.